فيلم أكاذيب خطيرة يحكي قصة فتاة تسمى كيتي، أدتها الممثلة كاميلا مينديز. فتاة تعمل مدبرة منزلية لدى رجل عجوز في شيكاغو يدعى ليونارد، يعيش لوحده في منزل ويعاني ضائقة مالية حادة. ليونارد رجل ثري ووحيد دون عائلة، ويمتلك منزلا جميلا ضخما. عندما يموت ليونارد فإنه يذكر في وصيته أنه ترك لكيتي منزله بكل ما فيه. الغريب أن كيتي عملت في منزله 4 أشهر فقط، وهي فترة غير كافية لتوليد هذا النوع من الترابط الوثيق أو حتى الثقة. تنتبه المحققة ساشا ألكسندر لهذه النقطة المريبة، لكن دون أن تثير فضولها في البداية. كل معطيات الفيلم من بدايته تشير إلى أن كيتي فتاة بيضاء القلب وتستحق المال لتبدأ حياتها مع زوجها، حتى عندما يعطيها ليونارد شيكا بمبلغ سخي يخفف عنها ضائقتها المالية، فإن أول رد فعلها لها أنها لا تستحقه. زوج كيتي آدم، والذي أدى دوره الممثل جيسي آشر، لديه مصاعب مالية هو الآخر، ويدخل مقابلات وظيفية دون أي فائدة، واضطر لترك دراسته لأنه غير قادر على السداد. رغم أن آدم يعد بطلا في عين المدينة، لأنه قبل 4 أشهر أحبط محاولة سطو مسلح على المقهى الذي كانت تعمل فيه زوجته، وهو مشهد مقدمة الفيلم. ينتقل الزوجان إلى منزل ليوناردو بشكل رسمي حسب الوصية، وأثناء استكشافه يجدان صندوقا مملوءا بالمال في علية منزل ليوناردو. ويتملك آدم نوع من الجشع، خصوصا أن المبلغ يصل إلى 100,000 دولار، وهو أكثر من كافي لتسديد فواتيرهما. يكتشف الزوجان سرا في منزل، ويواجهان خطر مايكي، مندوب عقاري يتعقبهما ويجسده كام جيفانديت. إخراج الفيلم هيتشكوك الأسلوب من مايكل سكوت لا يتوافق مع نصه الذي كتبه ديفيد جولدن، بمعنى أن الأول متمكن والثاني ضعيف. أول ما يلاحظه المشاهد في بداية الفيلم مشهد بأنوار نيوز يأخذنا من خارج مطعم بجنوب شيكاغو إلى داخله من خلال المطبخ، ومرورا بالطاولات، وينتهي عند بطلة الفيلم. اللقطة جذابة جدا، وتوحي بأن المشاهد بين يدي مخرج متمكن ومصور محترف، وليست لقطة المقدمة فحسب، بل حتى طريقة تأطير اللقطات واختيار زوايا التصوير وصولا إلى لقطة النهاية وبريقها الخلة، كلها تعكس إتقانا على مستوى كتابة النص. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.